الباب الخامس، الرسالة الأولى. الرسالة الأولى هي التي وقع في حقها التبيين بالتشريع، وهي رسالة المؤمنين والمؤمنون غير المسلمين. وليس الاختلاف بين المؤمن والمسلم اختلاف نوع، وإنما هو اختلاف مقدار. فما كل مؤمن مسلم، ولكن كل مسلم مؤمن. والإسلام بداية ونهاية، فكما أن الزمان والمكان لولبيان، فكذلك الأفكار فإنها لولبية، يسير الصاعد في مراقيها في طريق لولبي، يرتفع في المراقي كل ما يدور على نفسه، حتى إذا تمت دورة على نقطة البداية ارتفع السالك سمتا فوقها، وجاءت نهاية تلك الدورة على صورة تشبه البداية ولا تشبهها. فكذلك الشأن، فإن السالك في مراقي الإسلام يسير على معراج لولبي، ينضم نحو مركزه كلما ارتفع نحو قمته، ويدور على نفسه دورة كلما رقي 7 درجات، أولها الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين، ثم في نهاية الدورة الإسلام. وأما البعث الأول، أمة الرسالة الأولى، اسمها المؤمنون لدى الدقة، وإنما أخذت اسم المسلمين الذي ينطلق عليها عادة من الإسلام الأول، وليس على التحقيق من الإسلام الأخير. وأنت حين تقرأ قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يجب أن تفهم أن المقصود الإسلام الأخير، وليس على التحقيق الإسلام الأول، ذلك بأن الإسلام الأول ليست به عبرة، وإنما كان الإسلام الذي عصم الرقاب من السيف، وقد حسب في حظيرته رجال أكل النفاق قلوبهم، وانطوت ضلوعهم على بغض النبي وأصحابه، ثم لم تفر ضلوعهم عن خبئها، وذلك لأن المعصوم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وأمرهم إلى الله. ولقد نشأ الإسلام بين القريتين مكة والمدينة، بدأ في مكة، فلما انهزم فيها هاجر إلى المدينة حيث انتصر، وما كان له أن ينتصر في مكة ولم ينتصر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما انتصر الإسلام، وإنما انتصر الإيمان. ولقد جاء القرآن مقسما بين الإيمان والإسلام، في معنى ما جاء إنزاله مقسما بين مدني ومكي، ولكل من المدني والمكي مميزات يرجع السبب فيها إلى كون المدني مرحلة إيمان والمكي مرحلة إسلام. فكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ما عدا ما كان من أمر سورة الحج، وكل ما ورد فيه ذكر المنافقين فهو مدني، وكل ما جاء فيه ذكر الجهاد وبيان الجهاد فهو مدني، هذا إلى جملة ضوابط أخرى. وأما المكي فإن من ضوابطه أن كل سورة ذكرت فيها سجدة فهي مكية، وكل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية، سوى سورتي البقرة وآل عمران فإنهما مدنيتان. وكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، سوى سورة النساء وسورة البقرة فإنهما مدنيتان، وقد استهلت أولاهما بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي أخراهما يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والشواذ عن الضوابط بين المكي والمدني إنما سببها التداخل بين الإيمان والإسلام، فإنه كما ذكرنا كل مؤمن مسلم في مرتبة البداية وليس مسلما في مرتبة النهاية، وكل مسلم مؤمن ولن ينفك. والاختلاف بين المكي والمدني ليس اختلاف مكان النزول ولا اختلاف زمن النزول، وإنما هو اختلاف مستوى المخاطبين. فيا أيها الذين آمنوا خاصة بأمة معينة، ويا أيها الناس فيها شمول لكل الناس. فإذا اعتبرت قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وأدركت فرقا، فاعلم أنه الفرق بين المؤمن والمسلم، وهو مستوى كل من المخاطبين، وورد الخطاب المنافقين في المدينة ولم يرد في مكة، مع أن زمن النزول في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات أو يقل،
وذلك لأنه لم يقم بمكة منافقون، وإنما كان الناس إما مؤمنين أو مشركين. وما ذلك إلا لأن العنف لم يكن من أساليب الدعوة، بل كانت آيات الإسماح هي صاحبة الوقت يومئذ. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وإخواتها وهن كثر. وحين تمت الهجرة إلى المدينة ونسخت آيات الإسماح وانتقل حكم الوقت إلى آية السيف ونظائرها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. ودخل الخوف في ميدان الدعوة، واضطرت نفوس إلى التقية، أسرت أمرا وأعلنت غيره، ودخل بذلك النفاق بين الناس. وكون ذكر الجهاد وبيان الجهاد من ضوابط الآيات المدنية لا يحتاج إلى تعليل. وأما كون المكية من ضوابطها ذكر السجدة، فذلك لأن السجدة أقرب إلى الإسلام منها إلى الإيمان، وفي حديث المعصوم أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وفي القرآن الكريم واسجد واقترب، وفيه سر عظيم من أسرار السلوك إلى منازل العبودية. ومنها أن تفتتح السور بحروف التهجي، وهذا باب عظيم وفيه سر القرآن كله، والحديث عنه لا يتسع له هذا المقام، وإنما نكتفي منه بما نحن بصدده من بيان الفرق بين الرسالتي الإسلام. وعدد الحروف التي جرى بها الافتتاح 14 حرفا، وهي بذلك نصف الحروف الأبجدية، وقد افتتحت بها 29 سورة على 14 تشكيلة، هي ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد طا ها طا سين ميم طا سين يا سين صاد حا ميم عين سين قاف قاف نون. وكل هذه التشكيلات ورد بعدها ما يفيد أنها القرآن، وأوضح شيء في ذلك قوله تعالى من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك إذا وقفت على فيه أو شئت وقفت على لا ريب، فجاءت الآيتان هكذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي كلتيهما فإن الإشارة بذلك إلى ألف لام ميم. ومعنى الحرف أنه من كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد الرفيع. ولقد مرت على حروف التهجي حقب سحيقة، وهي تتقلب في صور بدائية جدا قبل أن تأخذ شكولها الحاضرة، ذلك بأن الحاجة إلى الكتابة إنما نشأت مع الحاجة إلى اللغة في وقت واحد، وتلك حاجة سبقت الحاجة إلى العرف الذي سلفت إشارتنا إليه حين قلنا أن المجتمع الأول نشأ حول عرف قيد نزوات الفرد وأوجب رعاية حدود معينة واجبة الرعاية. فالحاجة إلى وسيلة التفاهم ونقل الأفكار حاجة أملتها ضرورة المعيشة في مجتمع، ولقد شعر بضرورة الاجتماع جميع أصناف الحيوان، ولكن الإنسان هو وحده الذي ظفر منه بحاجته، وذلك لمقدرته على التفاهم عن طريق تقليد أصوات الأشياء والأحياء ومحاكاة الحركات. وقد ساعده على ذلك استواء قامته ولباقة حركات يديه ورأسه وارتقاء أوتار صوته، فإلى ملكة التقليد التي انفرد بتجويدها الإنسان على سائر الحيوان يرجع الفضل في نشأة اللغة ونشأة الكتابة، وفي اضطراد ارتقائهما من بدايات بسيطة ساذجة إلى أدوات شارفت الإتقان في عصرنا الراهن، بل أنه إلى هذه الملكة التي وهبها الله الإنسان يرجع الفضل في التعليم والإتقان، فإنه من أجل تجويد التقليد لا بد من استيعاب الأشياء المراد تقليدها استيعابا عقليا كاملا، ثم لا بد من التناسق بين أدوات التقليد وبين العقل، سواء كانت أدوات التقليد اليدين أو الرأس أو الوجه أو العينين، وإلى هذا المجهود المبذول في تناسق حركات التقليد يرجع الفضل في توحيد العقل والجسد، وهو توحيد لم يكتمل بعد ولا يزال يضطرب.
ومع أن الحاجة إلى الكتابة ظهرت في نفس الوقت مع الحاجة إلى اللغة، إلا أنها لم تكن في مستوى واحد من الإلحاح ومن الضرورة. ولقد أغنت الإشارة عنها إلى ردح طويل، ولقد بدأت الكتابة برسم الأشياء والحيوان المراد التعبير عنه، أو ربما برسم حادثة برمتها يراد نقلها إلى أحد لم يكن شاهدها. ولقد كان رسم صورة الحيوان من مراسيم الصيد، وهي مراسيم تتصل بالعقيدة والعبادة، فكأن الصياد كان يعتقد أنه يحرز الحيوان في الصيد حين يحرز صورته في كهفه الذي يقيم فيه، وذلك للصلة التي اعتقدها بين الصورة والروح. ثم تطور الفهم فأصبح الفنان يجتزئ برسم جزء معين للحيوان للتعبير عن سائره، كأن يرسم رأس الثور فقط بدلا من رسمه كله. ثم طرد التطور في تبسيط صور الأشياء والأحياء حتى جاءت الحروف الأبجدية الحاضرة في سحيق الآماد، وبعد ذلك تطور بطيء طويل. وعدد حروف التهجي يختلف في اللغات المختلفة، وهو في لغتنا 28 حرفا، أولها الألف وآخرها الغين، وهي في ذلك أكمل اللغات. وإذ دفعت الضرورة إلى اللغة دفعت أيضا إلى الحساب، وقد نشأ الحساب نشأة ساذجة وبدائية أيضا، وأعان عليه وبعثه في الذهن أصابع اليدين والقدمين، فإنها ظاهرة تبعث على التأمل والتعجب. ولقد كان العدد ولا يزال يمارس على أصابع اليدين، وهذا من الأسباب التي جعلت العشرة تتخذ أساسا للعد. ولم تظهر الأرقام التي نعرفها الآن إلا بعد زمن طويل من التطور من الصور البدائية للأعداد. ولقرينة الرمز والإشارة ونقل العبارة التي تربط بين اللغة والحساب استعملت أحرف الهجاء بدلا من الأرقام منذ زمن متقادم، كما هو معروف في الأرقام الرومانية، وهم قد كانوا مسبوقين إلى ذلك باليونانيين. ولقد سر هذا الاستعمال إلى اللغة العربية، فجعلت الأحرف التسعة الأولى لتنوب عن الأحاد التسعة، والحرف العاشر وما بعده يدل على العقود إلى الحرف الثامن عشر، ومن الحرف التاسع عشر وإلى الحرف الثامن والعشرين تدل على المئات، فأصبح بذلك الرقم المقابل لنهاية الأبجدية الألف. الألف، وهذا هو الذي جعلنا نقول أن اللغة العربية أكمل اللغات، وذلك لما للرقم ألف من قيمة روحية، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو حين يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي تعني ألف عام. وحين يقول من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والقرآن كله ذو شكل هرمي له قاعدة وله قمة، وهو يتفاوت بين القاعدة والقمة في معان تدق كلما ارتقت نحو القمة، فهو تفاوت بين حسن وأحسن. وفي قمة القرآن الحروف الهجائية التي افتتحت بها السور، وهذه الحروف في ذاتها ذات شكل هرمي يتفاوت بين قاعدة وقمة، فالحروف على 3 درجات، الحروف الرقمية والحروف الصوتية والحروف الفكرية. فالحروف الرقمية هي 28 المعروفة، ومنها يتألف الكلام الظاهر، والحروف الصوتية لا حصر لها، وهي المسموع منها وغير المسموع بالحاسة تؤلف الخواطر التي تجيش في العقل الواعي، وأما الحروف الفكرية فهي ملكوت كل شيء، وهي كلمات الله التي قال عنها جل من قائل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن هذه الحروف الفكرية تتكون الخواطر المستكنة في العقل الباطن وفي سويدائه الحقيقة الأزلية وعلى حواشيه الدين، وإلى الحروف الرقمية والحروف الصوتية والحروف الفكرية الإشارة بقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فالقول المجهور به يقابل الحروف الرقمية، والسر يقابل الحروف الصوتية، وأما الحروف الفكرية فيقابلها سر سر، وهو المعبر عنه بكلمة وأخفى. ومن هذه الحروف الفكرية
ما لا يسمع إلا بالحاسة السابعة. وإلى هذه المراتب الثلاث أيضا الإشارة بقوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهي آية في الجهر وفي السر، أي في القول باللسان وفي الخواطر. وأما سر السر فإن فيه قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والظلم هنا الشرك الخفي، وهو الكبت الذي به انقسمت الشخصية البشرية إلى عقل واع وعقل باطن، بينهما تضاد وتعارض. ولقد تحدثنا عن الكبت فيما سلف من هذا الكتاب، وقلنا أنه بفعل الخوف، وقلنا أن الحرية الفردية المطلقة تتطلب الحرية من الخوف، ومن أجل الحرية من الخوف على إطلاقه وجب تنظيم المجتمع على صورة تؤمن الفرد من الخوف على الرزق، والخوف من تسلط الحاكم، والخوف من تعنت الرأي العام. ثم وجب إعطاء الفرد فكرة متكاملة عن علاقته بالبيئة وعن حقيقة البيئة التي عاش فيها أسلافه والتي لا يزال يعيش فيها هو، حتى يستطيع أن يتحرر من العقد النفسية التي ترسبت في عقله الباطن وورثها صاغرا عن كابر في سحيق الآماد. ولقد تحدثنا عن أسلوب القرآن العكسي في تعليم الإنسان والطرد، وذلك على غرار الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقلنا أن هذا يعني في السلوك أن السالك يجاهد في ترك مخالفات الأعمال، وإن سمح للنفس في تلك المرحلة بمخالفات اللسان كتدريج الله، فإن هو استقامت له المجاهدة في هذه المرتبة زحف إلى ترك مخالفات اللسان، وإن ترك للنفس سعة في هذه المرحلة في مخالفة الخواطر في العقل الواعي بأن سمح بجولان الخواطر الشريرة فيه، وذلك أيضا تدريج للنفس، ثم إن هو استقامت له المجاهدة في هذه المرتبة أيضا انتقل إلى تحريم جيشان الخواطر في العقل الواعي، وهكذا إلى أن يصل إلى تنقية خواطر العقل الباطن. ويومئذ تتم سلامة القلب فيرى في صفوها الله العظيم، ويبدأ من هناك الأسلوب الطردي في التعليم، ويكون السالك ها هنا في سلام مع نفسه ومع ربه ومع الأحياء والأشياء. وهذا هو الإسلام في قمة، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين به حين قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالسلم هنا هو السلام، وهو الإسلام في قمة أمة المؤمنين. قلنا لقد جاء القرآن مقسما بين الإيمان والإسلام، كما جاء إنزاله مقسما بين مدني ومكي، وكان المكي سابقا على المدني، وبعبارة أخرى بدأ بدعوة الناس إلى الإسلام، فلما لم يطيقوه وظهر ظهورا عمليا قصورهم عن شأوي نزل عنه إلى ما يطيقون. والظهور العملي حجة قاطعة على الناس، وهو المعني بقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم علم تجربة لكم، وإلا فإن علم الله غير حادث. والمجاهدين يعني الجهاد الأكبر، وهو مجاهدة النفس، والصابرين يعني الصابرين عن الله، ونبلو أخبارهم يعني نستخرج خواطركم المكبوتة في العقل الباطن في سر سركم. والآية الدالة على النزول من أوج الإسلام إلى مرتبة الإيمان كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته، أنزل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما نزل قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق على الناس فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك فسري عنه.
لأنهم علموا أنهم لم يشركوا مذ آمنوا. والحق أن المعصوم فسر لهم الآية في مستوى المؤمن، وهو يعلم أن تفسيرها في مستوى المسلم فوق طاقتهم، ذلك بأن الظلم في الآية يعني الشرك الخفي على نحو ما ورد في آية سر سر، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل الظلم، وقد وردت الإشارة إليها. ولقد قيل أنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال النبي قيل لي أنت منهم، والنبي ليس من المؤمنين وإنما هو أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقلنا أن أمة الرسالة الأولى هي المؤمنون، والقرآن حين يسمي المسلمين في عهد موسى يهودا أو الذين هادوا، ويسمي المسلمين على عهد عيسى نصارى، يسميهم على عهد البعث محمد الأول المؤمنين أو الذين آمنوا. اسمعوا يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واسمعه يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك آية هي آية في بيان ما نحن بصدد، وذلك حين يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو يسميهم الذين آمنوا ثم يندبهم إلى الإيمان. إن كل من له بصر بالمعاني إذا قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، علم أن هناك معنيين، معنى أصليا ومعنى فرعيا، وإنما المراد في المكان الأول المعنى الأصلي، وإذ أملت الضرورة تأجيله انتقل العمل إلى المعنى الفرعي ريثما يتم التحول من الفرع إلى الأصل بتهيئ الظرف المناسب لذلك. والظرف المناسب هو الزمن الذي ينضج فيه الاستعداد البشري الفردي والجماعي وتتسع الطاقة، وإلى نقص الاستعداد هذا يرجع السبب في تأجيل أصول الدين والعمل بالفروع، وإليك بيان ذلك. الجهاد ليس أصلا في الإسلام. الأصل في الإسلام أن كل إنسان حر إلى أن يظهر عمليا عجزه عن التزام واجب الحرية، ذلك بأن الحرية حق طبيعي يقابله واجب، واجب الأداء وهو حسن التصرف في الحرية. فإذا ظهر عجز الحر عن التزام واجب الحرية صدرت حريته عندئذ بقانون دستوري، والقانون الدستوري كما سلفت إلى ذلك الإشارة هو القانون الذي يوفق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة. وقد قررنا آنفا أن ذلك هو قانون المعاوضة. هذا الأصل هو أصل الأصول، وللوفاء به بدأت الدعوة إلى الإسلام بآيات الإسماح، وذلك في مكة حين نزلت أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإخواتها وهن كثيرات. وقد ظل أمر الدعوة على ذلك 13 سنة، نزل أثناءها كثير من القرآن المعجز، وتخرج أثناءها من المدرسة الجديدة كثير من النماذج الصالحة من الرجال والنساء والصبيان. وكان المسلمون الأولون يكفون أذاهم عن المشركين ويحتملون الأذى ويضحون في صدق ومروءة في سبيل نشر الدين بكل أطائب العيش، ألا يضعفون ولا يستكينون، يبينون بالقول البليغ وبالنموذج الصادق
واجب الناس في هذه الحياة نحو ربهم بإخلاص عبادته ونحو بعضهم بصلة الرحم وإصلاح ذات البين. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد أعطانا من نعم العقل والجسد وطيب العيش ما يمكننا من عبادته وعرفان فضله. ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. كل ذلك جاء به القرآن في الدين الجديد، وبلغه النبي وأصحابه بالقول وبالسيرة، وفيه لأمر الناس صلاح وفلاح. فإذا أصر الناس بعد ذلك على عبادة الحجر الذي ينحتون، وعلى قطع الرحم وقتل النفس ووأد البنت، فقد أساءوا التصرف في حريتهم وعرضوها للمصادرة، ولم يكن هناك قانون لمصادرتها، فلم يبق إلا السيف، وكذلك صدرت. وبعد أن كان العمل بقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، انتقل إلى قوله تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فكأنه قال: أما من تولى وكفر فقد جعلنا لك عليه السيطرة، فيعذبه الله بيدك العذاب الأصغر بالقتال، ثم يعذبه العذاب الأكبر بالنار. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واعتبرت الآيتان السابقتان منسوختين بالآيتين التاليتين، وكذلك نسخت جميع آيات الإسماع، وهن الأصل بآية السيف وإخواتها، وهن فرع أملته الملابسة الزمانية وقصور الطاقة البشرية يومئذ عن النهوض بواجب الحرية. ومنها هنا جاء حديث المعصوم حين قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. وقد ظن بعض علماء المسلمين أن حروب الإسلام لم تكن إلا دفاعية، وهذا خطأ قادهم إليه حرصهم على دفع فرية بعض المستشرقين الذين زعموا أن الإسلام إنما استعمل السيف لينتشر. والحق أن السيف إنما استعمل لمصادرة حرية أسيء استعمالها. وقد تلبث بذلك 13 عاما يدعو إلى واضحة من أمر الفرد وأمر الجماعة، فلما لم ينهضوا بأعباء حريتهم ولما لم يحسنوا التصرف فيها نزع من أيديهم قيامهم بأمر نفسهم، وجعل النبي وصيا عليهم حتى يبلغوا سن الرشد. فإذا دخلوا في الدين الجديد فحرموا من دمائهم وأموالهم ما حرم، ووصلوا من رحمهم ما أمر به أن يوصل، رفع عنهم السيف، وجعلت مصادرة حرية المسيء إلى القانون الجديد، وكذلك جاء التشريع الإسلامي ونشأت الحكومة الجديدة. وكل ما يقال عن تبرير استعمال الإسلام للسيف هو أنه لم يستعمله كمدية الجزار، وإنما استعمله كمبضع الطبيب، وكانت عنده الحكمة الكافية والرحمة الكافية والمعرفة الكافية التي تجعله طبيبا لأدواء القلوب. ولقد قال تعالى في ذلك: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالدلائل القواطع على صدق دعواهم. وأنزلنا معهم الكتاب، يعني لا إله إلا الله. والميزان يعني الشريعة، لوزن ما بين العبد والرب وما بين العبد والعبد. وليقوم الناس بالقسط، يعني ليعدلوا في المعاملة. وقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني وشرعنا القتال بالسيف في مصادرة حرية ما لا يحسن التصرف في الحرية، حتى يرد بأس السيف إلى صوابه، فيحرز يومئذ حريته وينفع وينتفع بحياته. هذا بالطبع
إلى ما للحديد من منافع أخرى لا تحتاج منا إلى إشارة. وقوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعلم علم تجربة لكم، لأن القتال كره للنفوس، ليعلم من يحتمل مكروه الحرب في سبيل الله لنصرة المستضعفين بإقامة القسط بين كل فرد ونفسه وبينه وبين الآخرين. قوله إن الله قوي عزيز يعني بالقوي الذي لا يحتاج لنصرة ناصر، وعزيز يعني لا ينال ما عنده إلا به وما عنده في هذا المقام والنصر. فكأنه يشير إشارة لطيفة إلى قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بنصرة أنبيائه لإقامة القسط ينصركم الله على أنفسكم. وهذا يعني بعبارة أخرى إن تنصروا الله في الجهاد الأصغر ينصركم في الجهاد الأكبر، حيث لا قوة لكم إلا به ولا ناصر لكم إلا هو. ويثبت أقدامكم يعني يطمئن قلوبكم. وتثبيت الأقدام الحسية غير مجحود في مقام النصر. ومن الحكمة في طب أتواء القلوب أن تبدأ الدعوة باللين، وألا يلجأ إلى الشدة إلا حين لا يكون منها بد، فإن الكي آخر الدواء، وما العذاب بالقتل بالسيف في الدنيا إلا طرفا من عذاب الآخرة بالنار، وليس لعذاب الآخرة موجب إلا الكفر. وكذلك الأمر في القتال، فإن هو أضاف إلى الكفر دعوة إلى الكفر وصدا عن سبيل الله فقد أصبح قتاله وقتله أوجب، وإلا فهو مقاتل بكفره لا محالة. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. تأمل قوله تعالى والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، تجد أن موجب العذاب هو الكفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك ودعوة إلى الشرك وصد عن سبيل الإيمان. وقوله ويكون الدين كله لله هو غرض القتال الأصلي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذلك أمر الله والله بالغ أمره ولو كره الكافرون. وقال تعالى في موضع آخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والظالمون على مستويين، مستوى من يجعل الدين لغير الله ويصر على ذلك، ومستوى من يذعن لله بالطاعة ولكنه يتعدى على حقوق الناس ويحيف عليهم. وفي الآية أمر بمصادرة حرية من يسيء التصرف في الحرية، وإنما تكون المصادرة على مستوى الإساءة، فللمجاهدين قانون الحرب وبأس الحديد، وللمعتدين على حقوق الناس قانون السلام وفصل الحقوق. وهذا هو معنى قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والنزول من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي يعني النزول من مستوى الإسلام إلى مستوى الإيمان. ومنها هنا وجب أن يفهم قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قوله وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن كله مشتملا على الأصل الإسلام والفرع الإيمان. وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم يعني لتفصل بالتشريع وألوان التبيين للمؤمنين ما نزل إلى مستواهم. قوله ولعلهم يتفكرون يعني لعل الفكر أثناء العمل بالفروع يقودهم إلى الأصل الذي لم يطيقوه أول أمره. وفي ذلك إشارة بالغة اللطف إلى السير في مراحل الإسلام المختلفة، مبتدئا بالإسلام الأول، صاعدا بوسائل الفكر الصافي والقول المسدد والعمل المخلص، فإنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نخلص مما تقدم إلى تقرير أمر هام جدا، وهو أن كثيرا من صور التشريع التي بين أيدينا الآن ليست مراد الإسلام بالأصالة، وإنما هي تنزل لملابسة الوقت والطاقة البشرية. الرق ليس أصلا في الإسلام، فالأصل في الإسلام الحرية، ولكنه نزل على مجتمعنا الرق فيه جزء من النظام الاجتماعي والاقتصادي، وهو مجتمع قد ظهر عمليا أنه لا يحسن التصرف في الحرية، مما أدى إلى نزع قيام أفراده بأمر أنفسهم وجعل ذلك إلى وصي عليهم. وقد رأينا أن هذا أدى إلى شرعية الجهاد، ومن أصول الجهاد في سبيل الله أن يعرض المسلمون على الكفار أن يدخلوا في الدين الجديد، فإن هم قبلوه وإلا فأن يعطوهم الجزية ويعيشوا تحت حكومتهم مبقين على دينهم الأصلي آمنين على أنفسهم، فإن هم أبوا عليهم هذه الخطة أيضا حاربوهم، فإذا هزموهم اتخذوا منهم سبايا، فزاد هؤلاء في عدد الرقيق السابق للدعوة الجديدة. والحكمة في الاسترقاق تقوم على قانون المعاوضة، فكأن الإنسان عندما دعي ليكون عبدا لله فأعرض، دل إعراضه هذا على جهل يحتاج إلى فترة مرانة يستعد أثناءها للدخول عن طواعية في العبودية لله، فجعل في هذه الفترة عبدا للمخلوق ليتمرس على الطاعة التي هي واجب العبد. والمعاوضة هنا هي أنه حين رفض أن يكون العبد للرب وهو طليق وأمكنت الهزيمة منه، جعل عبدا للعبد جزاء وفاقا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا أضاف أسلوب الدعوة إلى الإسلام الذي اقتضته ملابسة الوقت والمستوى البشري إلى الرق الموروث من عهود الجاهلية الأولى رقا جديدا، ولم يكن من الممكن ولا من الحكمة أن يبطل التشريع نظام الرق بجرة قلم تمشيا مع الأصل المطلوب في الدين، وإنما تقتضي حاجة الأفراد المسترقين ثم حاجة المجتمع الاجتماعي والاقتصادي بالإبقاء على هذا النظام مع العمل المستمر على تطويره حتى يخرج كل مسترق من ربقة الرق إلى باحة الحرية. وفترة التطوير هي فترة انتقال يقوى أثناءها الرقيق على القيام على رجليه ليكسب قوته من الكدح المشروع، وسط مجتمع تمرن أيضا أثناء فترة الانتقال على تنظيم نفسه بصورة لا تعتمد على استغلال الرقيق، ذلك الاستغلال البشع الذي يهدر كرامتهم ويضطهد آدميتهم، والذي كان حظهم التعس إبان الجاهلية. وهكذا شرع الإسلام في الرق، فجعل للرقيق حقوقا وواجبات بعد أن كانت عليهم واجبات وليست لهم حقوق، ثم جعل الكفارات والقربات بعتق الرقاب المؤمن السليم النافع، وأوجب مكاتبة العبد الصالح الذي يستطيع أن يفدي نفسه وأن يعيش عيشة المواطن الصالح، وهو في أثناء ذلك يدعو إلى حسن معاملتهم، فيقول المعصوم: خولكم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. الرأسمالية ليست أصلا في الإسلام، والأصل في الإسلام شيوع المال بين عباد الله، فيأخذ كل حاجته وهي زاد المسافر، وذلك أمر يلتمس تطبيقه في حياة المسلم الوحيد في تلك الفترة وهو النبي. وكان الإسلام نزل على قوم لا قبل لهم به، فلا يعرفون إلا أن المال مالهم، وهم لم تكن عليهم حكومة تجعل على مالهم هذا وظيفة يؤدونه، ولذلك فقد شقت على نفوسهم الزكاة التي جعلت على أموالهم، وكانت لدى التحاق النبي بالرفيق الأعلى السبب المباشر في الردة. وفي حقهم يقول تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله إنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني فترة غفلة وجهالة لا تحتمل مسؤولية الرجال. وقوله وإن تؤمنوا يعني بالله ورسوله، وتتقوا يعني الكفر والشرك والكبائر، يؤتكم أجوركم يعني ثواب هذه الأعمال. قوله ولا يسألكم أموالكم يعني كلها في الصدقة. قوله
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يعني إن يسألكم في الصدقة كل أموالكم تبخلوا عن طاعة هذا الأمر الشاق على نفوسكم. وقوله ويخرج أطغانكم، يعني يظهر ما تنطوي عليه صدوركم من حب المال وضعف اليقين وكمون الشرك. قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فيه إشارة لطيفة جدا إلى المسلمين الذين يجيئون بعد المؤمنين ثم يكونون خيرا منهم. وهذا هو السبب الذي جعل تشريع الإسلام في المال دون حقيقة مراده، وذلك تخفيفا على الناس وتتريجا لهم ودرء للمشقة عن نفوس أحضرت الشح. وهكذا جاءت الزكاة ذات المقادير وجعلت ركنا تعبديا في حقهم، وذلك بمحض اللطف. يضاف إلى الاعتبار الفردي اعتبار آخر، هو أن الشمس الاشتراكية لم تكن قد أشرقت على عالم يومئذ بعد. عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في الإسلام، والأصل في الإسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء، ويلتمس ذلك في المسؤولية الفردية أمام الله يوم الدين حين تنصب موازين الأعمال. قال تعالى في ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعى مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. ولكن الإسلام نزل حين نزل على قوم يدفنون البنت حية خوف العار الذي تجره عليهم إذا عجزوا عن حمايتها فسبيت، أو فرارا من مؤونتها إذا أجدبت الأرض وضاق الرزق. قال تعالى عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومنها هنا لم يكن المجتمع مستعدا ولا كانت المرأة مستعدة ليشرع الإسلام لحقوقها في مستوى ما يريد بها من الخير، وكان لابد من فترة انتقال أيضا يتطور في أثنائها الرجال والنساء أفرادا ويتطور المجتمع أيضا. وهكذا جاء التشريع فليجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث وعلى النصف منه في الشهادة، وعلى المرأة الخضوع للرجل أبا وأخا وزوجا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والحق أن في هذا التشريع قفزة بالمرأة كبيرة بالمقارنة إلى حظها سابقا، ولكنه مع ذلك دون مراد الدين بها. تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام، والأصل في الإسلام أن المرأة كفاءة للرجل في الزواج، فالرجل كله للمرأة كلها بلا مهر يدفعه ولا طلاق يقع بينهما. ويلتمس منع التعدد في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ويلتمس منع الطلاق في قول المعصوم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والإشارة اللطيفة أن ما يبغضه الله لابد مانعه حين يصير المنع ممكنا وعمليا فإن الله بالغ أمره. ويلتمس عدم إرادة الإسلام في أصوله المهر، في كون المهر يمثل ثمن شراء المرأة حين كانت إنما تزوج عن طريق من ثلاث طرق، إما أن تسبى أو تختطف أو تشترى، فهو بذلك من مخلفات عهد هوانها على الناس، وما ينبغي له أن يدخل معها عهد كرامتها التي عدها لها الإسلام حين تدخل أصوله طور التطبيق. لقد نزل الإسلام أول ما نزل على مجتمع لم تكن فيه للمرأة كرامة على نحو ما رأينا آنفا، وإنما كانت تعامل معاملة تسلكها في عداد الرقيق، ولم تكن العلاقة الزوجية تقوم على الإنسانية واللطف مما ينبغي لها، وإنما كان الرجل يتزوج العشر زوجات والعشرين يستولدهن ويستغل عملهن. وهناك ظاهرة أخرى وجدها الإسلام في ذلك المجتمع، وهو أن عدد النساء كان يفوق عدد الرجال لما كانت تأكل الحروب منهم، فشرع الإسلام في تقييد الإفراط في التعدد، ولكنه لم يرى أن يقفز بالناس إلى زواج واحد.
لأن ذلك لا يستقيم له في ذلك المجتمع الذي مرد على الإفراط في التعدد، ولأنه رأى لأن يكون للمرأة ربع رجل يعفها ويحميها ويغذوها خير من أن تكون عانسا تتعرض لعاديات الأيام وهي مندوحة الذيل. وكذلك قيد تعدد الزوجات بأربعة، فقال عز من قائل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وفي موضع آخر ترد إشارة غاية في اللطف تحدثنا عن صعوبة العدل بين النساء، وذلك حين قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نزل من مستوى العدل الذي هو مطلوب الدين والذي لم يكن وقته بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد من رجل وامرأة فقد حان يومئذ إلى مستوى العدل في الشريعة، فأعقب قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بقوله: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وبذلك أصبح العدل هنا يقتصر على العدل المادي ولا يتناول ميل القلوب، ولولا هذا التجاوز لما أصبح تشريع التعدد ممكنا، وهو في واقع الأمر تشريع ضروري وبخاصة لتلك الفترة من حياة المجتمع المؤمن. وطبيعة العدل هنا لا يقيد إلا بما تقيد به الحرية، لأنه هنا حق يقابل واجب، فمن لا يعرف الواجب يسلب الحق. وكانت المرأة متخلفة كثيرا ولم تكن في مستوى المساواة مع الرجل، وقد تضافرت عدة عوامل لوضعها ذلك الوضع المتخلف، فجاء تقييد العدل في حقها عدلا فيه لها خدمة ولمجتمعها خدمة. ويعتبر تشريع التعدد تشريع فترة انتقال إلى فجر المساواة التامة بين الرجال والنساء، ويومها يصبح العدل في حقها يشمل العدل في ميل القلوب، وهو المعني بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ويجيء يومئذ القيد من قبل قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وهكذا يشرع في تحريم التعدد إلا لدى ضرورات بعينها تلجئ إليه وينص عليها في القانون ويستأمر بها الطرف المضرور بها. الطلاق ليس أصلا في الإسلام. والأصل في الإسلام ديمومة العلاقة الزوجية بين زوجين، ذلك بأن زوجتك إنما هي صنو نفسك، هي انبثاق نفسك عنك خارجك، هي جماع آيات الآفاق لك في مقابلة نفسك، على فحوى آية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكننا لا نملك النور الذي به نختار في الزواج نصفنا الآخر اختيارا صحيحا، مثلنا في ذلك يقرب منه مثل الأعمى الذي يجلس وبين يديه خوابير بعضها مربع وبعضها مستطيل وبعضها مثلث وبعضها مبروم وبعضها نصف دائرة وبعضها قطاعات دائرة على أحجام مختلفة، وأمامه سطح عليه أخرام يناسب كل منها خابورا من الخوابير التي بين يديه، فهو يحاول أن يضع الخابور المناسب في الخرم المناسب فيتفق له ذلك حينا ويعييه أحيانا، بل قد يعجز عجزا تاما عن التوفيق التام بين الخابور والخرم. وفي الحق أن هذا المثل لا ينطبق تمام الانطباق على حالة اختيارنا الزوجة، بل أن الأعمى في هذا المثل أقرب إلى التوفيق والتسديد من أحدنا وهو يمارس تجربة الاختيار هذه. فإذا أخطأ أحدنا فوضع خابورا نصف دائري في خرم مربع مثلا، فإنه يحتاج إلى فرصة ثانية ليعيد التجربة من جديد، وإنما شرع الطلاق ليعطينا هذه الفرصة الثانية. عندما سقط آدم بالخطيئة وحواء وأخرجا من الجنة، هبط كل منهما في مكان في الأرض منعزلا عن صاحبه، وطفقا يبحثان، آدم عن حواء وحواء عن آدم، وبعد لئين وجد آدم حواء ولم يجدها، ووجدت حواء آدم ولم تجده. ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا يبحث كل آدم عن حواء، وتبحث كل حواء عن آدمها. وأبواب الضلال واسعة وأبواب الرشاد ضيقة، ولكن ولله الحمد
في كل يوم نستقبل مزيدا من النور، به تضيق دائرة الضلال وتنداح دائرة الرشاد. ونور الإيمان لا يكفي، وهو لم يكفي المؤمنين من قبل لتمام التسديد في الاختيار. فإذا أتم الله نوره فأشرقت شمس الإسلام، فيومئذ لا يقع خطأ في الاختيار مما يحتاج إلى التصحيح بتشريع الطلاق، فالنظائر قد التقت بالنظائر والشكول ضمت إلى الشكول، قد علم كل أناس مشربهم. فالزواج في الإسلام علاقة أزلية سابقة للزواج في الشريعة، وما الزواج في الشريعة إلا محاولة للوصول لتلك العلاقة التي كانت بين آدم وحواء حين أخذت حواء من آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما الطلاق إلا فرصة الخطأ التي أتيحت للشريكين ليتعلما فيستغنيا عن الخطأ، فتسقط في حقهما شريعة الطلاق بعدم الحاجة إليها. الحجاب ليس أصلا في الإسلام، والأصل في الإسلام السفور، لأن مراد الإسلام العفة، وهو يريدها عفة تقوم في صدور النساء والرجال، لا عفة مضروبة بالباب المقفول والثوب المسدول، ولكن ليس إلى هذه العفة الغالية من سبيل إلا عن طريق التربية والتقويم، وهذه تحتاج إلى فترة انتقال لا تتحقق أثناءها العفة إلا عن طريق الحجاب، وكذلك شرع الحجاب. فكأن الأصل ما كان عليه آدم وحواء قبل أن يزلا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قوله ليبدي لهما يعني ليظهر لهما، قوله ما وري عنهما يعني ما غطي عنهما بلباس النور، من سوآتهما من عوراتهما. قوله فدلاهما بغرور نصحهما بباطل وكذب حتى تورطا في الخطيئة، فلما سقطا بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأخذا يستران عوراتهما بورق التين. ومن يومئذ بدأ الحجاب فهو نتيجة الخطيئة وسيلازمها حتى يزول بزوالها إن شاء الله. وفي ذلك قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهو يعني قد خلقنا لكم وفرضنا عليكم لبس ثياب القطن والصوف وغيرهما مما يواري عوراتكم. وقوله ولباس التقوى يعني لباس التوحيد والعفة والعصمة المودعة في قلوبكم. قوله ذلك يعني لباس العفة خير من لباس القطن، ذلك يعني لباس القطن من آيات الله من حكمته في تشريعه. وكل المعنى في قوله تعالى لعلهم يذكرون، ويعني لعل الناس يذكرون حالة الطهر والبراءة والعفة التي كان عليها أمرهم قبل الخطيئة،
فتكون منهم الرجعة. والآية الأخيرة واضحة الدلالة على ما ذهبنا إليه في أمر الحجاب. والسفور في الإسلام أصل لأنه حرية، وقد أسلفنا القول بأنه في الإسلام الأصل في كل إنسان أنه حر إلى أن يسيء التصرف في الحرية فتصادر حريته بقانون دستوري. وقد سلفت الإشارة إلى القانون الدستوري، اقرأ في حكمة الحجاب قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا توفرت الأدلة على اعوجاج سلوكها بما لا يرقى إلى الحد تصادر حريتها بحرمانها من حقها في حرية السفور وتحبس في المنزل حتى يتوفاهن الموت إن لم يبدي من إحداهن أنها قد انتفعت بالعقوبة وأنها استقامت مما يجعلها مرجوة لحسن التصرف في السفور. فالحجاب عقوبة حكيمة على سوء التصرف في حرية السفور، هذا في الأصل الإسلامي، ولكنه في التشريع الحاضر يمثل مصادرة مستمرة لحرية السفور لأن الشارع أراد به إلى سد الزريعة حماية للقصر من مسؤولية باهظة وثقيلة لا ينهض بها المؤمنون وإنما ينهض بها المسلمون وما لهؤلاء شرع. المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس أصلا في الإسلام. وما يقال عن السفور يقال عن الاختلاط، فإن الأصل في الإسلام المجتمع المختلط بين الرجال والنساء، ثم هو مجتمع سليم من عيوب السلوك التي إيفت بها المجتمعات المختلطة الحاضرة. هذه جميعها مجرد أمثلة صيغت على سبيل إظهار الفرق بين الأصل والفرع، وللتدليل على أن الرسالة الأولى إنما هي تنزل عن الرسالة الثانية لتناسب الوقت ولتستوعب حاجة مجتمعه ولتتلطف بالضعف البشري يومئذ وفيها في ذلك غناء.